قناة أوديون على الكهرباء عبد اللطيف الكويتي. الله يا صالح. يا سلام يا سي عبد اللطيف، اللي احنا سمعناه ده صوت عربي للأستاذ عبد اللطيف الكويتي، من أشهر مغني الصوت ومن أول الناس، يمكن أول اللي تسجل له في الخليج العربي اللي سجل أصوات هو عبد اللطيف الكويتي. هذا ما تقوله المصادر، وأنا كمان لم أسمع تسجيلا لصوت قبل عبد اللطيف الكويتي. الصوت في الغناء العربي قديما من أول صدر الإسلام كان يعني أي شيء مغنى ذا دورة إيقاعية، كلامه فصيح، وكان ينقسم لنشيد وبسيط وصيحة إلى آخره، يعني تطور أيام العصر العباسي. لكن يبقى أنه أي غناء على كلام فصيح في موسيقى البلاط كان اسمه صوت. وإلى الآن في اليمن على أي أغنية يقولوا عليها صوت. أما في الخليج العربي فالصوت قالب، ولو جلسة استماع يسموها جلسة الصوت، فيها أكثر من قالب، فيها الاستماع، فيها الصوت بأنواعه، عربي وشامي وطعم بخيالي، فيها الختام. لكن حلقتنا عن الصوت اللي هو القالب الغنائي. الصوت له إيقاعات مختلفة بأوزان مختلفة، ومن أكتر الناس اللي عرف عنهم تطوير الصوت عبد الله الفرج، شاعر أديب ومطبوع له ديوان على فكرة موجود في دار الكتب في القاهرة مثلا، وكان بيتراسل مع مجلات أدبية عديدة معروفة في الوطن العربي كله، كان له مراسلات كتيرة، يبدو كان مشهور شاعرا لكنه كمان عرف موسيقيا وملحنا، ويبدو أنه كان في الأصل كمان له عمل في التجارة يعني بين الخليج العربي والهند. رجل متشعب المواهب ما شاء الله عليه، واللي كمان يقال أنه طور كتير في الصوت محمد فارس. نسمع محمد فارس في صوت شامي. الأستاذ محمد فارس. دمعي جرى بالخدود والجفن عاف الرقادي من ما طرى بالبواد والناس عني رقود وانا بصوتي ينادي الداد يا اهل الوداد. محمد فارس. يا سلام يا سي محمد، حاجه حلوه خالص خالص خالص. الصوت زي ما احنا سمعنا في الحالين لحن بسيط لكن يسمح جدا بالتنويع والارتجال دايما والتجدد، والالات اللازمه فيه هو العود والمرواس، لكن احيانا تضاف الات تانية، لكن بدون العود وبدون المرواس ما يبقاش الصوت صوت. وبيختم الصوت بشيء اسمه التوشيحة. التوشيحة هي التي تؤذن بختام الصوت إما للانتهاء أو للانتقال من صوت إلى آخر. نختم هذه الحلقة مع توشيحة بصوت الأستاذ حمد خليفة.